أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، مع جان بابورد، مع أول حصة من الفاينل ريفيجن. بعد ما خلصنا اليونت هناخد كده فاينل ريفيجن سريعة. هنبدأ بيونت 7 في الحصة دي. يونت 7 نبدأ بالجرامر الموجود في يونت 7. الجرامر هنا إيه؟ يا بدر، verbs followed by to infinitive or ing، الافعال اللي بيجي بعدها تو المصدر او بيجي بعدها ايه؟ اي، فعل بينتهي باي ان جي. وي كان يوز ذا اي ان جي فورم اور تو انفينيتيف افتر سم فيربس. عندي اول حاجه فيربس فولود باي تو انفينيتيف، الافعال اللي بيجي بعدها تو بلس انفينيتيف. عندي محمود اقرا كده الافعال ديت. بروميس، اوفر، مين، decide. يبقى الافعال دولت كده بيجي بعدهم ايه يا مؤمن؟ to plus infinitive. يعني اول ما تلاقي الجملة فيها promise تختار to infinitive، decide to infinitive. الاكزامبل بقى اللي هنا ايه؟ we need to go inside. لاحظ ان عندي كلمة need جي بعدها ايه؟ verb انتهى ب ing ولا to infinitive؟ to infinitive. number 2 المثال الثاني، they decided، جه بعد decided ايه؟ going ولا to go؟ to go into the cave. وهكذا. يبقى ممكن يجي الكلام ده في الاندرلاين وممكن يجي في الرايت. هنشوف دلوقتي في الرايت هيجي ازاي. بعد كده عندنا مؤمن verb is followed by verb plus ing، الافعال اللي بيجي بعدها فعل بينتهي باي ان جي. هم قليلين. اول حاجه ايه؟ تاني حاجه suggest، الثالثه imagine، والرابعه avoid. enjoy، suggest، imagine، avoid. احفظهم كده، enjoy، suggest، imagine، avoid، واجيبهم من الاخر avoid، imagine، suggest، enjoy. الافعال دولت كده ابقى حافظ بيجي بعدهم ايه؟ فعل بينتهي باي ان جي. بعد كده بقى يوسف الاكزامبل بيقول ميجان، ميجان suggested، suggested جي بعدها ايه؟ climbing up the mountain. طيب كده في الناحية دي افعال بيجي بعدها تو المصدر عرفناها، في الناحية دي افعال بيجي بعدها اي ان جي. فاضل بقى ايه؟ verb is followed by to plus infinitive or ing. الافعال دولت يجي بعدهم to المصدر او يجي بعدهم ايه؟ ing. ودولت ما فيش فيهم مشكلة. لقيت to المصدر اختارها، لقيت ing اختارها، بس ما تختارش to ing ولا تختارش المصدر بدون to، علشان ما تقولش بقى تتسرع بقى اي حاجة قدام اروح مختارها يكون جايب لك المصدر بس بدون تو، انفعش. او جايب لك الاي ان جي، انت عينك تقع على اللي فيها اي ان جي يكون جايب لك قبلها تو، ما تنفعش. الافعال دولت بقى ايه يوسف؟ start، to begin، continue، hate، love، like. يبقى عندي start to begin الاثنين بيدوا نفس المعنى، يبدا، continue يستمر، hate يكره، وعكسها الاثنين love وايه؟ ولايك. الاكزامبل بقى they continued walking. طب ينفع ان انا اقول continued to walk؟ ينفع ان انا اقول continued to walk. تحتها هي they continued to walk until they reached a cave. طب في فرق بينهم هنا؟ ان هو بيقول في number one the situation already exists، الموقف ده موجود فعلا، لكن الجملة الثانية بيقول they stopped and started again. يعني ايه الكلام ده؟ لما الفرق ابقى فاهم الفرق في المعنى بينهم. لو continue جي بعدها ing يبقى الفعل كان موجود ولم يتوقف، انا ما خرجتش عن الفعل لكن انا مستمر على طول بدون انقطاع، يبقى ده continued ing. هي بتدي نفس المعنى لما اقولهم ما استمروا في المشي الى لغايه ما وصلوا الكهف، بس لما استخدم تو المصدر افهم ان هم ركنوا كده شويه في حته وبعدين استمروا تاني، يعني مش المشي متواصل. ف
فيها انقطاع وبعدين استمرار تاني في الفعل. مفهوم الفرق كده بينهم؟ انت كده بتنام طول الليل والنهار يقول continued sleeping، رن عليك يقول ده هو نام من بالليل وفضل مواصل بالنهار. واحد تاني يقول انا بستمر نايم لغاية الظهر بس اقوم اصلي الصبح، يبقى ده يقول continued to sleep until noon، لانه فصل النوم وقام صلى الصبح وبعدين رجع نام تاني. لكن التاني اللي مخمر ده من الفجر لغايه الظهر والعصر ما قامش يصلي الصبح ولا الضحى، يبقى ده يقول ايه continued eye energy. واضح كده المثال؟ ها انت بتصلي ولا بتصليش؟ طيب نيجي بعد كده بقى، في عندنا اللي فوق دول تيجي ده او ده بدون اختلاف، لكن نمبر فور بقى في عندنا ايه؟ في عندنا verbs followed by two infinitive او ing with a big difference، في اختلاف كبير هنا في المعنى. هو مش شارح الاختلاف قوي، احنا كنا شرحناها قبل كده. لما اقول مات stopped shouting، stop لو جي بعدها ing يبقى الفعل كان بيحدث وانا توقفت ايه عنه. لما اكون متضايق من صوتك واقول لك stop shouting يعني انت كنت بتصيح، بقول لك توقف عن النداء ده او الصوت. طيب عندي بقى مات stopped to shout، لكن واحد بقى قاعد عمال يسمع موسيقى كده، عمال يسمع قرآن ولا حاجة، وبعدين توقف علشان ينادي على واحد تاني، يبقى توقف لكي ينادي، يبقى في الحالة دي اقول shouting ولا to shout؟ to shout. عرفنا الفرق بين stop ing يعني اتوقف عن شيء كان يحدث، لكن stop to المصدر توقف لكي يعمل الشيء ده. موجود هو الشرح بين قوسين he was shouting and gave up، يعني هو كان بينادي وتوقف اللي هي stopped shouting. لكن التانية بقى بين قوسين موجود ايه؟ he was doing something else، كان بيعمل حاجة تانية غير السياح، and stopped to start shouting، توقف عن اللي هو كان بيعمله علشان ايه ينادي على شخص. ده كده ده القاعدة الموجودة عندنا في يونت كام؟ يونت سيكل. فيها حاجة دي صعبة في حاجة؟ طيب في جزئية تانية بقى اقلب الصفحة، دي سهلة كده حاجة فرايحي كده. القاعدة بقى الأساسية كمان الموجودة هنا اللي هي ايه؟ reported questions. لما اجي احول السؤال الى الغير مباشر، reported يعني ايه؟ في عندي direct في عندي reported. direct يعني مباشر، الكلام من المتحدث للمخاطب دون وساطة، يبقى ده بسميه direct. لكن لما واحد ياخد بقى الكلام ويروح يقوله لواحد تاني يبقى ده اسمه reported. طيب اللي احنا بنقول عليها ايه؟ بينقل كلام يعني. طيب الاول احنا هنا هناخد نقل الكلام السؤال يعني. احنا عندنا كم نوع من الاسئلة؟ تو. واحد اسمه yes no question، اللي هو بنجاوب عليه بيس او بنو، اللي هو بيبدأ بكلمة استفهام ولا helping verb؟ helping verb. زي دي كده نشوفها تحول ازاي. لما اقول علي ست وهاني، عندي علي ده المتحدث، ست ده بسموه فعل القول، object هاني المفعول او المخاطب، يبقى فيه متكلم وفي فعل قول وفي مخاطب، دول بيكونوا برا الاقواس. وبعدين في بقى الجملة اللي اتقالت دي بتكون جوه الاقواس او السؤال، ودائما بتكون between ايه؟ between brackets او inverted commas، بسموها الكومة المقلوبة دي. هنا بقى السؤال ايه اللي بين قوسين؟ is it an expensive hobby؟ is it an expensive hobby؟ السؤال هنا بدأ بايه؟ السؤال اللي داخل الاقواس بإيز. إيز دي كلمة استفهام ولا helping verb؟ helping verb. شوف لما جينا نحولها
عملنا ايه؟ اول حاجة كتبنا علي زي ما هو، السبجكت بيتكتب زي ما هو. تاني حاجة حولنا ستو الى ايه؟ أسكت. يبقى اول حاجة في الكويشن نحول ستو الى أسكت. تاني حاجة كان فيها كومة وعملنا ايه في الاقواس؟ شلناها. حطينا مكانها كلمة ايه؟ اف. يبقى لما السؤال يبدأ بهيلبنج فيرب بنحذف الاقواس ونجيب اداة الربط ايه؟ اف. ممكن نجيب ويذر بس اف هي الاسهل. بعد كده عملنا ايه؟ ات الفاعل كان بعد از، لا جبناه الاول، يبقى بقدم الفاعل على الفعل المساعد. جبنا الفاعل ات قبل ايه؟ از. طيب جبنا ات قبل از وعملنا ايه في از؟ حولناها لايه؟ يبقى نقدم الفاعل على الفعل المساعد وبعدين ارجع اجيب الفعل المساعد بس بحوله للايه؟ للباست. از الماضي بتاعها ايه؟ طيب لو كانت هاز؟ هاد. لو كانت بلايز بريزنت سيمبل يعني هتبقى بلايد. طيب بعد كده كملنا الجملة ان اكسبنسيف هوبي. كم حاجة بقى كده اتعملوا في السؤال؟ اول حاجة تحويل ستو الى ايه؟ اسكت. تاني حاجة نحذف الاقواس ونحط ايه؟ اف. تالت حاجة نقدم الفاعل على الفعل المساعد. رابع حاجة نحول الفعل الى الماضي. عرفنا كده الخطوات؟ نيجي على المثال الثاني. سامي اسكت ايمن، هو جايبها اسكت جاهزة خلاص اسيبها زي ما هي. سامي اسكت ايمن وبعدين السؤال بقى do you like adventure sports. سامي المتحدث اسكت ده فعل القول، ايمن ده المخاطب. السؤال بقى اللي هو سأله بدأ بايه؟ بدو. Do you like adventure sports؟ تعال هنا لما نيجي نحول، جينا نحول بدأنا بسامي زي ما هي، بعد كده حولنا اسكت الى ايه؟ اسكت. حولنا اسكت الى اسكت ان شاء الله. قولي لا سبناها اسكت زي ما هي، ما سبناها اسكت. ما انا بقول حولناها لايه علشان تغلطي. قولي لا احنا بنسيب اسكت زي ما هي. يبقى سامي اسكت وبرضو المخاطب ايمن بتفضل زي ما هي. وصلنا بقى للاقواس حذفناها وحطينا بدلها ايه؟ اف، علشان السؤال بادئ بفعل مساعد. وبعدين تعالي بقى على يو، دي اللي احنا هنقدمها بس كتبناها يو زي ما هي، حولناها لايه؟ لهي. ليه؟ علشان يو مخاطب بتعود على الاسم التاني المخاطب اللي هو ايه؟ ايمن. وايمن مذكر يبقى يو احولها لهي. نرجع بقى احنا فوق، رجعنا جبنا از وحولناها للماضي مش كده؟ طب هنا رجعنا جبنا دو ولا حذفناها خالص؟ حذفناها، بس الفعل الاساسي بقى لايك هو اللي حولناه لايه؟ الى الباست. لايك ات. يبقى لما يكون الفعل المساعد دو بحوله الى ديد ولا بحذفه خالص؟ بحذفه واروح على الفعل الاساسي، في الحاله دي بيكون مصدر، انا احوله الى الماضي. وكملنا الجمله ادفنتشر سبورتس. واضح كده ازاي بنحول السؤال؟ اتفهم؟ بعد كده ننزل جايب لي الخطوات. وي تشينج ذا ريبورتنج فيربس، بنحول سيت او سيت تو الى ايه؟ اسكت، وانتد تو نو، وندرد. تاني حاجه وي اوميت يعني نحذف the question marks and the question mark، بنحذف علامات السؤال question marks والquestion mark اللي في الاخر quotation marks، بنحذف الاقواس وعلامة الاستفهام اللي في الاخر. تالت حاجة بنستخدم ايه او ايه؟ if او whether. طبعا لو جاب لك whether بين قوسين استخدمه، ما جابش whether استخدم if الاسهل. طب لو جابها لك في الاندرلاين تركز على ويذر دي مكتوبه ازاي؟ W H E T H E R.
بتختلف عن كلمة weather اللي هي الطقس. اللي هي WEADHER. بيجيبهم الاثنين دايما في الاختياري في الاندرلاين مع بعض. عشان انت تتسرع وتختار التانية بتاعت weather. احفظها بالسبيلنج كويس. بعد كده نمبر فور وتشينج ذا كويستشن اوردر. بنحول ترتيب السؤال. لما بنقدم الفاعل على الفعل المساعد خلينا السؤال كده على شكل جملة. خامس حاجة وتشينج ذا تنس. بنحول الأزمنة إلى الماضي. سادس حاجة بنحول البروناونز اكوردنج تو ذا سيتويشن. فوق قلنا يو بتعود على أيمن علشان كده حولناها لإيه؟ لهي. طب لو يو بتعود على منى تبقى شيء. طب لو يو بتعود على مي تبقى اي. طب لو يو بتعود على ذم تبقى ذي. وهكذا. اشوف كده الضمير ده ما نمش بيعود على الاسم الثاني اشوف الاسم الثاني ايه. طيب نيجي على النوع الثاني بقى من الاسئله. هي نفس الخطوات بس ما بجيبش اف. نيجي كده النوع الثاني من الاسئله بقى اللي هو بيبدا بكلمه استفهام. هيرا اسكت ايكو وير از يور فريند. تعالى واجيبها اسكت جاهزه ما فيش مشكله. كتبنا هيرا اسكت ايكو زي ما هي. حذفنا الاقواس بس كتبنا ايه وير زي ما هي. فين اف هنا ما جبناش. ليه ما بنجيبهاش؟ علشان السؤال بدأ بأداة استفهام. ونكمل باقي الخطوات. اروح اجيب الفاعل اقدمه على is. الفاعل اللي هو ايه؟ your friend. طيب your دي الضمير بيعود على مين؟ على ايكو. وايكو ده ايه؟ اسم بنت. يبقى هنحولها الى ايه؟ her friend. وبعدين ايه؟ رجعنا جبنا إيز وحولناها لإيه؟ لوز. الخطوات هتلاقي نفس اللي فاتت بس هنا قالك ما بنجيبش إف. بيكون في كلمة استفهام نكتبها زي ما هي. تعال بقى سيبك من الخطوات دي احنا قلناها. تعال الصفحة اللي بعدها إيه؟ تحويل الأزمنة. بتقراها كده علشان لو جات في الأندرلاين يبقى تعرف انت هتختار إيه. جات في الرراية تعرف انت الفعل ده هتحوله لزمن إيه. عندي present simple اللي هو مضارع البسيط اللي هو الفعل في المصدر بدون اس او بينتهي باس. play او plays بحوله الى ايه؟ اللي هو played. او طبعا ممكن يكون go بحوله للماضي بتاعه اللي هو ايه؟ went. present continuous اللي هو بيتكون من ايه؟ ام اس ار واي ان جي بحوله الى ايه؟ باست كونتينيوس. بيتكون من ايه؟ واز او وير زد اي ان جي. يعني كل اللي انا عملته حولت ام او اس او ار الى واز او وير. نيجي بعدها على البريزنت بيرفكت اللي هو بيتكون من ايه؟ هاف او هاز وباست بارتيسيبل. بيتحول الى باست بيرفكت هاد وباست بارتيسيبل. يعني هاف او هاز بس اللي انا حولتهم لايه؟ لهاد. اما الفيرب المين فيرب الفعل الاساسي بيفضل باست بارتيسيبل زي ما هو. طيب لو كان الفيرب باست سيمبل ممكن اسيبه باست سيمبل زي ما هو وممكن احوله الى ايه؟ بيرفكت. طيب اذا كان باست كونتينيوس هو was او were و ing هو كده كده باست اسيبه زي ما هو. طب لو كان باست بيرفكت خلاص ما هو باست بيرفكت زي ما هو. شال بتتحول لايه؟ شود. ويل وود. وكان كود. وماست لايه؟ هاد تو. احنا عارفين ماست دي كان معناها يجب ان تحول لهاد تو. وكانت ماست بتساوي هاف او هاز تو برضو بتتحول لايه؟ لهاد تو. مي بتتحول مايت. شود وود يفضلوا زي ما هم. هم ماضي اصلا. كود ومايت يفضلوا زي ما هم. طيب تعالى على تحويل الضمائر. احنا قلنا الضمائر بنحولها حسب المعنى بس نبقى حاجة نركز فيها. ان ضمائر المتكلم اللي هي اي ومي وماي وماين بيعودوا على الاسم الاولاني خالص.
لكن ضمائر المخاطب اللي هي يو ويور بتعود على الاسم الثاني. وهتقرا انت الجدول بتاع الضمائر ده. ننزل تحت بقى نركز في تحويل الكلمات الدالة على الأزمنة ديت، علشان لو فهمناها هنفهم في الأندرلاين بعد شوية بنختار ازاي. عندي لو في يسترداي بتتحول لإيه؟ طيب تعالى بقى، هي أصلا يسترداي يكون معها باست سيمبل، اتحولت يسترداي إلى إيه؟ والباست سيمبل بيتحول إلى باست إيه؟ بيرفكت. يبقى انا ذكي كده، يبقى انا احفظ يبقى ذا داي بيفور لو لقيتها في الجمله اختار باست سيمبل ولا باست بيرفكت؟ باست بيرفكت. طيب تعالى على توداي، ممكن يجي معاها بريزنت كونتينوس، ام از ار واي ان جي. طب توداي بتتحول لايه؟ ذات داي. يبقى ام واز وار واي ان جي هيبقوا باست كونتينيوس، يبقى ذات داي اختار معاها باست كونتينيوس. طيب تومورو بتتحول لايه؟ ذا. طيب تومورو بيجي معاها ويل والماضي. طب لما تيجي ذا فولوينج داي اختار برضو ويل ولا الماضي بتاع ويل اللي هو وود؟ طيب في عندي نيكست نفس الكلام زي تومورو. لاست ويك بتتحول الى ايه؟ ذا ويك. طب هي لاست ويك بيجي معاها زمن ايه؟ باست سيمبل. طيب اتحولت الى ذا ويك بيفور، والباست سيمبل بيتحول لايه؟ يبقى ذا ويك بيفور هتختار معاها زمن ايه؟ ناو بقى بتتحول لايه؟ ذن. طب هي ناو بيجي معاها زمن ايه؟ بريزنت كونتينيوس. طيب ناو اتحولت لذن، وبالتالي البريزنت كونتينيوس هيتحول لايه؟ باست كونتينيوس. دي اللي نركز عليها بقى، يبقى ذن تختار معاها على طول زمن ايه؟ باست كونتينيوس. تعالى بقى الاسماء الاشاره، القريب بيتحول للبعيد. ذس ذات وهير وذيس وتونايت ذات نايت وذاس سو. كده عرفنا تحويل أظرف الزمن والمكان. تعال بقى نرجع ليه، أو تعال لقدام كده هات الأسئلة، ناخد الأسئلة اللي على الجرامر وبعدين والرايت وبعدين نرجع نجيب الكلمات. نيجي الأسئلة اللي على الجرامر، اقلبي كده. أنت نمتي؟ نمبر 1 مؤمن. She asked me I had got a brother. هنقول وين ولا اف ولا هو ولا ذات؟ الاول في واحده ما تنفعش خالص، لا يا ايه ذات ما تنفعش خالص، علشان دي بتيجي في الجمله ما تجيش مع اصل. وين تنفع، اف تنفع، هو تنفع. طب احنا هنا هنختار ايه؟ اف. اف لا مش علشان هات، اف علشان معنى السؤال. لما يجيب لي قدر جاب لي اربع كلمات استفهام، فانا اشوف هي، واحنا هنا السؤال كان بيسال عن ايه. لما اقول شي اسكت مي، هي سالتني اين انا عندي اخ، او متى انا كان عندي اخ، هو واحد يقول لواحد انت كان عندك اخ امتى، ولا اذا كان عندي اخ؟ بتقول لي هل انت لك اخ؟ يبقى هنا السؤال كان بهل اللي هو فعل مساعد، ويبقى معنى كده ان احنا حذفنا الاقواس والسؤال بدأ بفعل مساعد، يبقى بنجيب اداة الربط ايه؟ اف. لكن هو هيسألني هو، هي سألتني من انا عندي اخ، ما تنفعش. الاختيار على كلمات الاستفهام بيتوقف على معنى السؤال ايه. محمود نمبر 2 ما لك تضغط على his mother دي. طيب ماشي. What نهوت بقى لما يجيب لي الاختياري على الضمير والفعل، بختار الضمير الاول والفعل ماضي، ودي اللي بتيجي كتير، الضمير الاول والفعل ماضي. ما ينفعش ان انا اجيب فعل مساعد الاول، هلاقي ديت شي ما تنفعش، داز شي ما تنفعش، فاضل عندي شي ديد وشي داز. ماشي، شي بدأ بشي ب
بس داز ما تنفعش علشان احنا قلنا الفعل لازم يكون ايه ماضي. دي نركز عليها كتير. بدر I promised my father. دي بقى على الجزئية الأولانية to sleep. To sleep. Promise بيجي بعدها to infinitive. يوسف he pretended when he saw the dolphin. ماشي برضو pretend بيجي بعدها ing ولا to المصدر يبقى ايه to be. نيجي على آيات she suggest sorry they suggest. suggest بيجي بعدها ايه to المصدر ولا ing ing بقى نختار ايه visiting. مؤمن how old you. علي asked his friend. ها طيب was اول حاجة was تيجي مع you. طيب نقول is هي is بتيجي مع you. طيب هي am بتيجي مع you يبقى فاضل ايه are. طيب لو جايب لي where كانت تنفع؟ لا ليه؟ علشان ده سؤال اصلا مباشر مش غير مباشر علشان هو بين اقواس اصلا يبقى ما تحولش للماضي كده يبقى هو في البريزنت اصلا يبقى ار. ماشي نمبر 7 she wanted to know how long been abroad دال بيت سال we had ماشي طبعا we الفعل الاول وبعدين had ديت الفعل اللي في الباست. بدر we enjoy. enjoy بيجي بعدها ايه؟ لا enjoy حاجة واحدة ing. تاني حاجة لو جيت تقول بيجي بعدها الاتنين ولقيت الاتنين موجودين صح يبقى الاثنين يبقى مش دي اللي بيجي بعدها الاثنين يا اما تكون بقى الفعل ستوب اللي هو بيختلف المعنى. طيب لا هنا انجوي بيجي بعدها اي ان جي. نمبر 9 امل ريفيوزد. ريفيوز بيجي بعدها ايه؟ يبقى تو هيل. نمبر 10 اي كانت امجن. امجن بيجي بعدها فلاي. تو المصدر ولا اي ان جي؟ اي ان جي فلاينج. كده عرفنا القاعده وقاعدتين الاثنين لما يجوا في الاندرلاين. تعالوا بقى على الرايت بتاع الكلام ده في اخر الصفحه من تحت. نيجي على اسئله الرايت بقى. Let's play tennis. الجملة بقى let's وجي بعدها مصدر وتنس. قال لك ابدأ بشي suggested. أول حاجة فكر فيها هو ليه شال let's وجاب suggest. يبقى معنى كده في فعل هيتغير. هبدأ بشي suggested. شي suggested بقى suggest بيجي بعدها ايه؟ مصدر ولا ing؟ ing. يبقى شي suggested. فين بقى الفعل اللي انا اضيف له اي ان جي؟ تبقى بلاي. دي هتبقى ايه؟ بلاينج. واكمل الجمله شي سجستد بلاينج تنس. نمبر 2 محمود كان اي هيلب يو هي اسكد هير. طبعا هو ما جابليش سيد ولا حاجه وجاب لك هي جاهزه اللوت جاهز كده انت هتبدا بيه. يبقى انت هتبدا به اسكد هير. Here. وبعد كده نعزف الاقواس ونجيب ايه اف. اوكي اي بتعود بقى على هي تبقى ايه هي. اوكي جود اف هي جود جود بلاي بلاي. هي فين بلاي؟ لا استنى احنا لسه في هيلب. هي دي بلاي ولا هيلب؟ if he could help you بقى بتعود على المخاطب اللي هو here يبقى تبقى زيها يبقى if he could help here. الان يا عم ده
نيجي على نمبر 3 بدر. We feel excited. خلي أنا عشان هو جي لم الفلوس. We feel excited when نقول excited when we play football. آه مين بدر؟ We feel excited when we play football. عاوزك تستخدم ايه؟ enjoy. طبعا enjoy دي بدلا من الفعل اللي موجود في الجملة اللي هو ايه؟ excited. خليها يوسف اللي هو بدلا من excited هيبقى we enjoy بدلا من feel excited. بقى enjoy بقى يجي بعدها الفعل بينتهي ب ing. فين الفعل اللي في الجملة؟ بلاي. يبقى ايه؟ بلاي يعني. يبقى we enjoy playing football. يبقى we enjoy playing football. ماشي كده. نيجي على نمبر 4 يوسف. she will wash the dishes. عايز نستخدم decided يعني هبدأ بالفعل زي ما هو شيء بعد شيء هتحط ايه؟ decided. يبقى شيء decided. وبعدين تفكر بقى decided دي بيجي بعدها مصدر ولا ing؟ to. المصدر decided ايه؟ to. والمصدر بقى will ولا wash؟ اوش. ده will دي فعل مساعد بتتشال. واكمل الجملة the dishes. نيجي على نمبر 5. She decided to wash the dishes. Number 5. Where do you live? علي said to Mona. عايزك تبدأ بعلي asked Mona. ادي علي وبعدين asked وبعدين Mona. هنيجي على اقواس. هنشيل اقواس هنكتب where زي ما هي. بعد كده نروح على يو نقدمها على دو. يو بقى بتعود على مين؟ علي ولا منى؟ منى تتحول لايه ولا شيء؟ شيء. ارجع لدو لما الاقيها دو بحذفها خالص واروح رد التاني على الفعل الاساسي بخليه ماضي. الفعل ليف الماضي بتاعه ايه؟ ليفت. عرفنا كده في الرايت بنحل ازاي على يونت 7. عرفنا الاي ان جي وعرفنا الريبورتد. اتفهمت؟ طيب نيجي على في تاني ريرايت ولا خلص؟ طيب تعالى في الريرايت هات بس الريبورتد. هات نمبر 10 كده. She said to him, do you eat fish? عايزني she asked him. She asked him if يو هتبقى شي. بتعود على شي ولا هم؟ هم. يو مخاطب والمخاطب هم. يبقى شي ولا هي؟ هي. يبقى اف هي. بعد كده ترجع لدو هترميها برا ورد تاني على ايت. الماضي بتاع ايت ايه؟ ايت. ايت ما شاء الله. ايه هات. اسمها ايه؟ ايه هات. دي تبقى ايتي بس. ايت فيش. ماشي. فهمنا كده الرايت ده. نرجع بقى سريعا كده نجيب الكلمات نقرا الكلمات علشان نحل الاسئله. واحنا في طريقنا كده هنتكعبل نخش على الديالوج. واحنا راجعين كده هات الديالوج. ديالوج بتوين مايك اند جون. مايك بيقول have you ever been abroad؟ يعني ايه have you ever been abroad؟ يعني هل انت قبل كده سافرت بره البلد؟ سؤال بدا بايه؟ بهيلبنج فيرب. يبقى جاوب عليه بايه؟ يس او نو. طب نكمل كده. قال له اي هاف بين تو فرانس. يبقى يس. محمود لما نقول يس بقى اجابه مختصره نقول يس ايه؟ يس اي هاف. طيب بدر بعد كده عايزين ايه؟ question. الإجابة بتقول إيه؟ I have been to France. To France. عايز أسأل على to France. Where. Where. بدأنا where. Have you. Where. والفعل المساعد have
واي بتتحول الى يو وبعدين بين وير هاف يو بين. طيب يوسف هاو لونج ديد يو ستي ذير؟ سؤال عايزين نجاوب عليه. هاو لونج بتسال عن ايه؟ مده. يبقى هنا انت رحت فرنسا بقى هتقعد هناك قد ايه؟ مانث. المانث ده فرانس يصرف لك كده تخش لك على تخش على نص مليون. طيب يبقى انا هقول 2 ويكس ماشي. لما اجي اكتب اجابه كامله هقول اي ستايد بعدين ذير. اقول سينس 2 ويكس ولا فور 2 ويكس؟ فور 2 ويكس ده بتاع البريزنت بيرفكت اللي احنا خدناه قبل كده. طيب نيجي بقى عايزين بعد كده كويستشن. اجابته بتقول اي سو ذا ايفل تاور. ايفل تاور ده اللي هو ايه؟ برج ايفل. ده موجود فين؟ في لندن ولا في باريس؟ احنا لسه قايلين فرانكس. طيب يبقى اي سو يبقى هنا عايزين نسال على ايفل تاور. هنسال عنه بايه؟ ده عاقل ولا غير عاقل؟ وات. عايزين فعل مساعد ديت. عايزين فاعل يو وبعدين الانفينيتيف بتاع سو اسمه ايه؟ سي. طيب ده كده ايه خلصنا الدايلوج كده في طريقنا. نرجع بقى نكمل مشوار تاني واحنا راجعين على الكلمات. نيجي على الكلمات ليسون 1 و 2. واي اوت معناها ايه؟ مخرج. مخرج معناها مخرج. فينجر نيل مخرج ده بتاع المخرج التلفزيون. لكن مخرج يعني المكان اللي بنخرج منه. الاثنين نفس الحروف بس التشكيل. التشكيل ما احنا اللغه العربيه كده صعوبتها في انها تشكيل يغير معنى الكلمه، لكن اللغات الثانيه حروف هي اللي بتغير معنى الكلمه، لكن احنا التشكيلات. بعد كده فينجر نيلز اللي هي ايه؟ الاظافر. تريب ماجيك كامباس ايكو صاد الصوت. ده معنى كان من شويه كده قلنا ايكو كان اسم بنت، هو اساسا هي اسم ولد في مسرحيه اسمها كابتن ايكو. ده بياخدوها اللي بيدرسوا انجلش زون. كابتن ايكو ده كابتن واحد يعني، بس هو هنا في الكتاب جابوها انثى انا عديتها وقتها، لكن هو ايكو مذكر. بعد كده انورمس معناها وارد معناها ايه؟ اكسبلور اكيف استكشف الكهف. دارك سكيرد سادنلي سيكريت مسج رسالة سرية. نيجي على ليسون 3 و 4. تورش لا يا المصباح البطارية كشاف يعني اللي احنا بنقول عليه كشاف. سكيري مخيف. سايد ووك. طب احنا خدنا كلمة تانية كان اسمها موس. بيفمنت. هيومن معناه ايه؟ انسان او البشر كلفظ عن كل البشر. البشر دول الناس دول عكسها انيمالز. سونار ماشينز اللي هي ايه؟ الات السونار. السونار دي اللي بتصور داخل الجسم. هيوج وبرضه في الغواصه. طيب هيوج معناه ايه؟ ضخم. بريتند نوكتيرنال اللي هو الباتس. الباتس حيوانات ليليه. نوكتيرنال. ساب مارين وسماجلرز مهربوا البضائع. مهربين بقى المخدرات والحاجات دي كلها بنقول عليهم سماجلرز. هايد معناها ايه؟ اختابئ. بريديتور حيوان مفترس. كليكس كليك بتاعت الماوس. بقول لك رايت كليك وليفت كليك يعني ضغطه. وكليك برضو لما تطرقع كده صوابعك دي برضو اسمها كليك، ولما تخبط كده كليك. طيب اوشان اللي هو ايه؟ محيط. وتانلز يعني ايه؟ نيجي على 5 و 6. اكويبمنت انشنت بيننسيولا. بيننسيولا اللي هي ايه؟ شبه الجزيرة. وفي فرق بين شبه الجزيرة والجزيرة؟ الفرق بينهم ايه؟ ده واحدة بتطلع على
جزيرة محاطة من كل ناحية بالماء، لكن شبه فيها ناحية بس لليابس. careful معناها careful معناها وعكسها careless. careful عكسها careless. mountain يعني hobby, dangerous, magazine, interesting, expensive, myth, ستورة, amazing, gods اللي هي الإلهة عندهم هما طبعا هما بيقولوا God الإله الراجل و gods الإله الست. طبعا احنا مالناش دعوة بالكلام. great يعني ايه؟ عظيم. adventure يعني ايه؟ مغامرة. نيجي على 7 و 8 teenagers يعني ايه؟ مراهقين او مراهقون. طيب identical معناها متماثل. بنقول identical twins اللي هو التوأم المتطابق، و non identical twins التوأم الغير متطابق. reporter يعني ايه؟ صحفي. راديو هنجري تركي. تركي اللي هي ايه؟ ديك الروم. وايلاند بقى اللي هي ايه؟ جزيرة. ريكورد كيلر ويل وينر وبوت فانتاستيك ريس نيوز بروبلم. ده كده اهم الكلمات الموجودة هنا. نيجي على الاندرلاين اللي على الفوكاب. نرجع بقى هناك تاني كده بسرعة على نمبر 1. they couldn't go out of the cave they were. اللي مش قادرين يخرجوا من الكهف يبقى ايه اللي حصل لهم؟ اتحبسوا فيه. اتحبس بقى يعني رابت ولا ترابت؟ اسمها ايه؟ تراب. راب الاولانية يلف، يلف الهدية. بعد كده نمبر 2. it's very here I can't see well. مش شايف كويس يبقى الجو بيكون ايه؟ dark. الاولانية ولا التانية؟ مال التانية دي dark. نركز. نمبر 3. the rocks started from the roof of the cave. fallen. جنيهين. مال اول واحدة معناها ايه؟ fill يملا. بقى وفيلنج الاخيره ديت اللي هي الشعور. نمبر 4. يوسف اولا بروميسد هير ماذر تو هير بيد ويل وين شي جات تو ميك هير بيد ويل. انا دايما ارتب السرير اسمها ميك بيد. ايات اي وي ار لوست. اعتقد كده ان احنا تهنا. يعتقد يعني شيك ولا سينك ولا ثانك ولا ثينك؟ ثين كديت. نيجي على نمبر 6. شاركس اند ويلز ار. الشاركس والويلز بتكون بقول على الدور بس يعني ايه؟ بريديتورز. حيوانات مفترسه. نمبر 7. فيشنج بوتس يوز ماشينز. تستخدم ايه الفيشنج بوتس؟ واشنج ماشينز ولا سونار ماشينز؟ سونار ماشينز. كيف دايفنج از اكسبنسيف؟ ويل اكسبنسيف ازاي يعني؟ الجملة اساسا ما ينفعش فيها حاجة خالص. بس هو هنا انا اعتبر ان هي بريتي يعني بريتي الى حد ما. ممكن نقول بريتي اكسبنسيف الى حد ما. نيجي او الغيها خالص الجملة دي الكتاب مخرف فيه. نمبر 9. she is in running interested. نهين. مش الاولانية يعني interested. الاولانية ديت الاسم. have you ever an accident. يعمل حادثة او made an accident ولا had an accident؟ ميت ديت لما يعمل محشي يعمل كوسه يعمل مكرونه كمان اللي مستر حفظه ده فضل على الصور.
لكن الحادثة بنقول معها had an accident. make مع الحاجات اللي بنصنعها ما بيكونش ليها وجود واحنا صنعناها، لكن الأشياء اللي احنا بنؤديها بنستخدم معها do. واكسيدنت بنقول معها had. نيجي بعد كده على الايه، تعال على البريبوزيشنز. يعني حلينا كده اللي على الجرامر، البريبوزيشنز بقى الصفحه اللي بعدها. مؤمن، يو شود ليسن. ليسن بيجي بعدها حرف الضر ايه؟ تو. ريم فاوند ا موبايل فون هير واي، في طريقها الى. اقول ايه، ان ولا اون هير واي؟ اون هير واي. نمبر 3، هاري اب دونت تيك لونج، ما تاخدش وقت طويل اكتر من اللازم. ها تو نهين نمبر 4، وي هاد فان ذا بيتش لاست ويكند. ذا بيتش بنستخدم معاها ايه؟ ات ذا بيتش. انا ممكن اقول اون او ات. اللي موجود هنا ات. نمبر 5، ذير واز A large group of dolphins in the ocean. أول جروب إيه؟ مجموعة من على الدو. آيات هنا. A group إيه؟ A group four ولا a group of؟ Of. مؤمن، what are you writing؟ بتكتب عن إيه؟ يبقى رايت إيه؟ about. She helped her mother the housework. help لما يجي معها اسم محمود يبقى اقول تو ولا with؟ with. امال امتى اقول تو؟ تو لو جه infinitive مصدر. help علي تو ويجي بعدها مصدر. my uncle arrived. ان هنا بقى ولا at؟ المكان الصغير زي سكول وهوسبيتال وهوم والحاجات دي، والمدينة الصغيرة اقول ات. انا قلت ان. المدينة الكبيرة والدولة اقول ان. يبقى كايرو اقول معاها ايه؟ ان. اي ام لوكينج، طبعا احنا عارفين يتطلع او يود، اسمها لوك ايه؟ فور ولا فورورد؟ فورورد. لوك فورورد تو. والغريب ان لوك فورورد تو مع ان هي تو بس بيجي بعدها ايه؟ اي ان جي. لو جات لي ضيف الاختياري ما اقولش بقى ده جايب لي تو واحنا عاملين ناخد تو مصدر. دي اسمها لوك فورورد تو على بعضها وبيجي معاها اي ان جي. وي ونت تو ذا بارك اند ذير وير ا لوت اوف بيردز فلاينج. راوند ولا اكروس ولا اراوند ولا سيركل؟ بتدور حولها بت طيب نيجي بعد كده على خلصنا كده من يونت 7. طيب هنخلي ده الفيديو ده كده لوحده عشان لما نيجي نحمله يبقى حجمه قليل.